قصتنا الأخيرة لهذه الحلقة مع أمجاد الأحمد اللي تحاول أنها تنشر اللغة الإنجليزية بما يتوافق أو يتناسب مع العقل العربي. درست وبحثت في هذا المجال إلى أنها قامت بعمل شخصية من خلالها تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعية. طبعا هي تتمنى أنها تغير بعض المقررات وتضيف مقررات أخرى مبتكرة أو متطورة، خاصة فيما يتعلق بالمتحدث العربي، وخاصة أنه تدريس اللغة الإنجليزية عندنا في الصفوف الأولية نعاني منها وما زلنا إلى الآن نتحدث عنها. خلونا نتابع. لا شك أن اكتساب اللغة الإنجليزية ضرورة للنجاة والنجاح في هذا العالم، لكن كثير مناهج مملة وخاطئة وما تتناسب مع فهمنا كعرب، تعقدنا وتكرهنا في اللغة الإنجليزية. لذلك تم تصميم دورة فقط لتهيئ شخصيتك كمتعلم عربي بما يتناسب مع أهداف اكتساب لغة ثانية، وذلك بالتركيز على منطق لغتك الأم واللي هي العربية. بقناعة كاملة مني أن اللغة الأم مثل الأم بالضبط، ما رح تساعدك للانتقال إلى لغة أخرى إلا إذا طمنتها وجاوبت تساؤلاتها. قلينا نشوف شخصيات تهتم لمحتوى منهج ودرس وتستمر بالعطاء على مناهج قديمة، لكن ضيفتنا اليوم تهتم بأدق التفاصيل عشان يكون الإنجليزي بشكل أسهل وأمتع ويعزز الثقة بالنفس. اسمي أمجاد الأحمد، أستاذة لغة إنجليزية بماجستير Curriculum Instruction واللي هو مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر وعي تجاه مفهوم جديد لدراسة وتدريس اللغة الإنجليزية من خلال مناهج تحضير الدماغ العربي لاكتساب اللغة الإنجليزية، وهو منهج يركز على أهمية اللغة الأم لاكتساب لغة أخرى. أمجد، وش مجال دراستك وليش اخترت الإنجليزي بالذات عشان تنشري هذا العلم؟ Curriculum Instruction ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. لا شك أن اللغة الإنجليزية هي من أهم أبواب النجاح، ولأني عانيت كثير في اكتسابها وأدركت قيمتها بعد ما اكتسبتها، أطرح مناهج بتقنيات لتفادي العوائق اللي أنا مريت فيها. تقومي بالشرح وقراءة بعض كتب الإنجليزي بطريقة ممتعة جدا وتبيني معانيها بطريقة مختلفة. طيب أنت كيف قدرتي تسوي هذه الطريقة بطريقة ممتعة؟ يعني إحنا نشوف واجد مدرسين يعني يعلموا الإنجليزي بس مو بنفس أسلوبك ولا بنفس طريقتك. مثل ما قلت لك، لأني أدركت أهم المشاكل اللي واجهها، يعني المسلمات الخاطئة للتعليم أنه لازم تكون تلقين. اللغة الإنجليزية بالذات يجب أن تكون أسلوب حياة، وأسلوب الحياة لازم يكون ممتع وقصصي، فلذلك دائما أعتمد في طرحي للدروس طريقة قصصية وطريقة مختلفة عشان تجذب الشخص أنه يكون أسلوب حياة وليس درس يتعلمه ويحفظه. أمجد، هل مفروض الأشخاص يتعلموا لغات ثانية وليش؟ طبعا لا شك أنه تعلم اللغات مهم جدا، لكن أنا راح أتكلم عن اللغة الإنجليزية لأن هي مجالي وموضوع مقابلتنا. فاللغة الإنجليزية الآن هي اللغة الأولى في العالم، هي اللغة الرسمية لأكثر من 53 دولة. شخص من 5 أشخاص يتحدث اللغة الإنجليزية في العالم أو على الأقل يفهمها. محتوى الطب، الإنترنت، كل محتويات العالم الثرية لاهتماماتنا واحتياجاتنا باللغة الإنجليزية، لذلك أصبح تعلمها واكتسابها ضرورة من ضروريات الحياة في هذا الوقت. أمجد، وش تسعى له؟ أسعى أنه صوت هذا المنهج لتحضير الدماغ العربي لاكتساب اللغة الإنجليزية يصل لأكبر فئة ممكنة، يطبق ويدرس بشكل أعمق، وإن شاء الله يصل أن يكون سلسلة كتب، وأيضا يكون في تطبيقات، لأني أنا أعتمد أسلوب السلسلة القصصية، ويكون إن شاء الله في فيديو جيمز. بحكم تخصصك ما تشغلي وظيفة أكاديمية صحيح؟ لا. طيب هل تتمني أن تكون عندك مثلا هذه الوظيفة، أو تغيري مثلا من أسلوب المناهج تكون استشارية، يعني يكون في اختلاف في تخصصات اللغة الإنجليزية أو حتى اللي يسموها المواد؟ أتمنى أن يكون لي مكان وصوت في تصميم المناهج في السعودية، لكن ما أتمنى أني أكون أكاديمية تدرس منهج موجود. أتمنى أني أنا أصمم هذا المنهج وأطبقه وأدرسه بطريقتي اللي يحبها الجميع مني. كيف يتعلم الشخص اللغة الإنجليزية بأبسط الطرق؟ دائما نشوف يعني معضلة بالنسبة للشخص إذا يبغى يتعلم إنجليزي، أنا كيف أبدأ؟ كيف مفروض أتكلم؟ أو يخجل حتى من مواجهة الجمهور لما ما يكون عند لغة ثانية، لأنه يحس بالإحراج أو بعدم الثقة. أن أولاً لا يرى اللغة الإنجليزية كمادة وكدرس، دائماً أنا أقول يشوفها أسلوب حياة.
لازم المتعلم يعيش مرحلة فضول. الأهم سمات المتعلم الناجح هو الفضول. لازم يكون عندك فضول إنك كيف أخلي هذه اللغة الإنجليزية هي أداة لي موجودة في حياتي وفي يومياتي دائما. أيضا الصبر. مشكلتنا إحنا كثير متعلمين يبغوا يوصل للنتيجة بدون ما يطلع سلم التجربة والاستماع. الكل دائما يجيني يقول لي أبغى أتحدث بس ما في أحد يبغى يستمع. في مقولة يقول لك إنه the roots of education are bitter but the fruit is sweet. فجذور التعلم مرة لكن ثمارها حلوة. فلو الشخص بس اعتمد طريقة أنه أرجع لأساسياتي أستوعب أنا كيف أأسس نفسي وأصبر النتيجة دائما بتكون مذهلة. نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر مقاطع مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ونلاقي لها رواج كبير جدا حتى يتناقلوها في مواقع التواصل الاجتماعي. هل مهم أن إحنا ننقلها على طول للغة العربية عشان نفهمها ونستوعبها ومن ثم نحولها إلى أي مقطع نبغاه؟ طبعا لازم. يعتمد على مستوى الشخص. إذا كان عندك تأسيس جيد ومفردات جيدة يفضل أنه ما تترجمه. لكن إذا نحكي عن أشخاص مبتدئين الفهم هو أول أساس لاستيعاب اللغة. إذا أنا ما فهمت إيش الرسالة من هذا المقطع كيف بقدر أني أنا أنتجها مستقبليا؟ صحيح. فالأساس أن أنا أشوفها بترجمة عربية بعدين أشوفها بدون ترجمة نهائيا عشان أربط المعنى بالصوت وبعدين أشوفها بترجمة إنجليزية عشان أقدر أني أنا أوفق بين المعنى والصوت والحرف الإنجليزي. هذا هو المثلث المتكامل لمفهوم اللغة. أمجد في وسائل الإعلام الأجنبية في بعض الأحيان وفي بعض الأخبار تنتشر ويعني تكون صورتها مسيئة جدا للمملكة العربية السعودية. إحنا لو أتقننا اللغة أو عرفناها أو عرفنا أساسياتها يمكن إحنا نقدر الرد عليها حتى المبتعثين يقدروا لو كانوا تعلموها ببساطة في البداية في السعودية ومن ثم انتقلوا إلى دول الابتعاث بكل سهولة. فوش أهميتها بالنسبة إلى هذول الأشخاص والرد عليهم حتى؟ من أهم احتياجاتنا هو الرد وتوصيل صوتنا. فأنه في الحديث أنه من عرف لغة قوم أمن مكرهم بما معنى الحديث. فمن البديهيات أنه الكلمات هي سلاح مهم جدا والمعنى سلاح مهم جدا أني أنا أوصل صوتي وأرد بالشكل اللي يناسب مجتمعي ويمثلني بشكل صحيح. أمجد وش تنصحي الشباب والفتيات بشكل عام؟ بداية أنصح الأمهات والأباء أن يكون في تعليم أطفالهم تركيز على اللغة الإنجليزية. ليس بالضرورة أننا ننسى اللغة العربية طبعا لكن دائما نتذكر أنه الطفل سينشأ في مجتمع يتحدث اللغة العربية ف 100% راح يتعلمها ويتحدثها لكن لازم يكون في تركيز للغة الإنجليزية لأن الطفل لديه قدرة أكبر لاستيعاب لغتين أو ثلاثة مع بعض. بالنسبة للشباب والبنات بشكل عام لازم يكون عندنا فضول، لازم يكون عندنا صبر، لازم نرجع لأساسياتنا. كثير مننا عنده قناعة أنه أنا عندي مفردات كثير ليش أرجع للأساسيات. كثير أشخاص أيضا يتحدث جمل كثير لكن النطق عنده قد يؤدي إلى معنى آخر تماما. ارجع لأساسياتك، افهمها صح، ركز عليها بشكل منطقي وستصل بإذن الله بشكل جيد. أمجد أنا راح ألعب معك لعبة، راح أعطيك كلمة باللغة العربية وأنت تعطيني اقتباس أو كلمة أو حتى لفظ باللغة الإنجليزية وترجمي معناها. أوكي. مثلا بقولك المال. Money is a terrible master but an excellent servant. بمعنى أنه المال سيد بشع لكن خادم عظيم. تمكين المرأة. دائما مجرد ما نسمع تمكين المرأة في صورة نمطية أنه تمكين المرأة ضد الرجل. لكن مرة قرأت مقولة في كتاب عظيمة جدا يقول I do not wish women to have power over men but power over themselves. بمعنى أنه تمكين المرأة ليس بالضرورة أن يكون ضد الرجل بس لازم يكون ضد الصورة النمطية والقالب اللي تضع المرأة نفسها فيه. فيجب أن المرأة تتغلب على نفسها لتتمكن. وش يعني لك التعليم؟ في مقولة في اللغة الإنجليزية أعتقد موجودة في كل الثقافات كل المجتمعات أنه التعليم سلاح. فمن دل يقول أنه education is the most powerful weapon which you can use to change the world. بمعنى أنه هو أكثر سلاح قوي نستخدمه لتغيير العالم. السعادة. دائما السعادة مقترنة بالنجاح. فمن أجمل المقولات اللي ممكن أنا أذكرها الآن أنه success is getting what you want but happiness is wanting what you get. بمعنى أنه النجاح هو الحصول على ما تريد لكن السعادة أنك تريد ما تحصل عليه. طيب دائما في اللغة الإنجليزية
يتكلموا دائما عن قوة الشخصية، ما أدري ليش فيها ارتباط أو شيء غريب سبحان الله تعلق القوة الشخصية باللغة الإنجليزية، فوشو يعني؟ لأن مثل ما قلت لك محتوى كبير من الكتب والموتيفيشنال سبيكينج اللي هي الخطابات اللي فيها قوة دائما يكون محتواها باللغة الإنجليزية، لذلك يمكن أقترن. لكن برضو ينتمي لنفس الفكر أنه الشخصية القوية دائما تنشأ من معاناة أو تنشأ من تجربة قاسية، فدائما ممكن أقول لك أنه I've never met a person or I've never met a strong person with an easy past. هذه كمان جملة مرت عليه، أنه ولا مرة قابلنا شخص قوي بماضي بسيط أو سهل أو تجارب سعيدة. طيب من ينعم بالعطاء يرد له الامتنان. ممكن نقول أنه we make living by what we get، بمعنى أنه إحنا نحصل على المعيشة أو الحياة اليومية بالشيء اللي نأخذه، الراتب ولا، لكن we make a life by what we give، لكن نصنع الحياة بالشيء الذي نعطيه. اليوم أنا في انتظاركم جميعاً لمشاركتي هذه الرحلة، نغير قناعاتنا عن اللغة الإنجليزية ونكتسبها بشكل سليم. شكراً جزيلاً.